ترنيمة وعود. ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيم وعود. وحلقة اليوم رح تكون إجابة على سؤال بيوصل لي دائما عن التقسيم، وإحنا حكينا في حلقة سابقة يمكن بطريقة أسرع، لكن مخصص هالحلقة أجاوب على هالسؤال، إنه شو هو التقسيم وليش إحنا نلعب التقسيم أو التقسيم على آلة، على أي آلة مثلا. شو هو التقسيم بالأساس؟ التقسيم هو تأليف موسيقي، زي ما أنت أو أنت بتألفي بترنيمة أو جملة موسيقية أو أي شيء من المزامير بتاخده بتعمل له لحن، تأليف موسيقي. ونفس الشيء التقسيم، تقسيم يمكن يكون تمهيد لبداية ترنيمة بنفس المقام، يمكن يكون لبداية تمهيد لبداية موسيقى أو لبداية غناء صوتي، أو في نص الفواصل يكون تقسيم. هو عزف ارتجالي، هو improvisation، محاولة تأليف وأنت سريع يعني، وأنت في نفس اللحظة تألف، لكن طبعا بخبرة مسبقة في اللي أنت بتعمله. فمثلا أبسط طريقة للتقسيم أنك تعرف المقام اللي أنت بتقسم فيه، عشان تعرف النوتات اللي ممكن تستعملها في تقسيمك للمقام. فلو أخذنا مقام الرصد مثلا من درجة الدو، زي ما سبق وقلنا إنه الرصد في درجتين فيهم ربع تون أو سيكا، دو ري مي سول مي سيكا فا سول لا، والسي سيكا وانت طالع طلوع، وبيمول في نزول. المقام كمان مرة، واليوم رح نحاول نمشي في تقسيمة بسيطة جدا ومدروسة ويمكن محدودة كتير، لكن هي بتعطيك فكرة عن أنا شو بفكر لما بقسم، وكيف أكيد كل واحد في عنده أبروتش معين أو طريقة بيبتدي فيها تقسيمه أو بفكر فيها بالتقسيم. لكن مثل ما بقول، هدفنا في هالبرنامج دايما إنه نرتقي في موسيقانا، يعني بنسمع تقاسيم وعزف ومواويل في أغاني العالم ونخاف نجيبها للترانيم. أنا بشجعك اليوم وبشجعك إنه اللي بيعطي هالحلاوة لموسيقى العالم، اللي بيعطي الحلاوة لأي شيء في الدنيا كلها، هو الله، ما في غيره، وكلها هدايا وبركات من عنده. فكم هو حري إنه ترجع المجد إله هو. ليش العالم، ليش مستوى أغاني العالم تكون أعلى من مستوى الترانيم؟ وأي شيء بيشبه هالشيء نحاربه، لك لا، الترنيمة فيها نوع من الخشوع. طبعا يا أخي، الخشوع خشوع القلب، لكن الأهم من هالأمور هاي إنه نفتح أبواب كنايسنا وندخل كل ما هو مستحدث وجديد، لأنه الرب هو أعطاه أصلا. صحيح العالم أساء استعماله، لكن أجل وقت إنه نرجعه لمجد المسيح. تعالوا، ما تكونش إنه ما تتردد في إنك تستعمل مقامات، تستعمل تقسيم، تقول موال قبل ترنيمتك، تتغنى بإلهك. أصلا ترنيمنا أغاني، تسبيحنا أغاني، واللي بيفصلنا عن العالم إنه مستوى الكلام اللي بنقال. الترنيمة أغنية حب، لكن أعمق بكثير. أنت تحب من أحبك أولا وبصدق.
صحيح إحنا الرب أعطانا كتير علاقات في العالم مع إخوان وأخوة، مع زوجات وأزواج، إنه تعرف تختبر الحب العملي. لكن لو أنت ما اختبرتش الحب اللي فوق، مصدر كل حب، هتلاقي خلل في علاقتك، في حبك لأخوك أو أختك أو 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 زوجك أو زو أو زوجتك، لأنك ما اختبرتش الحب الصح. فبرجع بقول إنه بنفس الفكرة، طوع كل شيء لخدمة المسيح ورجعه لمجده، لأنه هو مستحق له كل المجد أصلاً، كله منه أصلاً. فمنرجع للتقسيم، كأنه بيتك النوت الأساسية، التونيك أو الكي أو الأساس، أو خلينا نسميه البيت اللي أنت ساكن فيه ببداية تقسيمتك، اللي هو السي دو أو السي. فأنا عارف المقام، لكن كطفل صغير بيطلع من بيته شوية، يمكن يبدي بخطوات، يمكن يزحف بالأول ليوصل للبيت اللي جنب بيته، أو ليوصل في مكان في بيته نفسه. فبروح للنوت الأولى مثلا، وبرجع للبيت. رح تقول لي شغلة مملة جدا، فعلا هي مملة إذا عملتها هيك بلين أو خالصة من أي تشكيل مثلا، لكن لو غيرت فيها شوية وبيمشي خطوة تانية للنوتة اللي بعدها، ويمكن يمشي نوتة ثالثة، شو اللي هي نوتة رابعة بتكون هون، وبرجع للبيت. لازم دائما يعرف بالبيت اللي هو منه، هويته. نوتة اللي بعدها، واللي بعدها، واللي بعدها، إلى أنك تكمل الأكتف أو تمن نوتات اللي هو من دو لدو، وبترجع برجوع. كفكرة عامة أنت بتحاول تعمل هيك عشان تشرح هوية المقام وتقربه للسامع، أو تبتدي فيه معزوفة أو ترنيمة. فأنت طالما أنت في نوتات المقام نفسه، أنت عرفت بالمقام، أعطيت الهوية تبعته. كل ما بتسمع أكتر تقاسيم، كل ما بتشوف أكتر عازفين، بتصير تكتسب جمل معينة، إنه العازف ما طلع للنوتة الثالثة بطريقة ناشفة أو مملة نوعا ما، عمل ورجع. يعني رح ألعب التقسيم اللي أنا قلت عليها بطريقة ناشفة جدا، ويمكن لا تطرب السامع ولا إنك بتحس إنه فيها شيء بدك تتعلمه. أخذت الفكرة إنه بلعبها بجمل ناشفة، لكن إذا أنا عرفت من سماعي إنه مثلا ممكن النقلة الأولى تكون، النقلة الثانية، النقلة الثالثة، يمكن لاحظتوا شوية تغيير. ويمكن تسألني هل هاي هي الطريقة الوحيدة للتقسيم وغير هيك بيكون غلط؟ لا، هاي طريقة، الجواب طبعا لا، هاي طريقة مبسطة جدا لفكرة انت كيف بتقسم. كيف ممكن هلأ احنا منقول انه بتاخد خطوات بالأول، خطوة وخطوة الثانية وخطوة اللي بعدها، لما تتمكن ممكن تنط
مش ضروري انك تضل بالخطوة الاولى، ممكن تبتدي. والموضوع زي ما برجع بقول، دائما اسمع، دائما حاولي تسمعي معزوفات أو عازف. مثلا في، لو تكلمنا عن العود، في كتير ناس وتقسيم العود بالألوف ويمكن الملايين صارت هلا موجودة، ممكن تسمعها. وطبعا أنت في النهاية رح تختار الستايل اللي أنت بتحب تسمعه. عازفين العود كتار، وكل واحد بيحاول يكون عنده طريقة عزف معينة، ستايل معين، لكن رح تلاقي نفسك تنجذب إلى عازف معين أو ستايل معين. اسمعه كتير، حاول تتشبع تاخد منه، ولو قلدت في الأول مش غلط. لو تسمع جملة مثلا وعجبتك إنه حدا بيعمل، لما بيقسم، لما بيقفل، عجبتك الحركة تتعلمها مثلا. ومش رح تقدر تتعلم التقسيم إلا إذا زي ما قلت سمعت وجربت. لازم تجرب، مثل موضوع التأليف بالضبط. كتير ناس بيسألوا طيب أنت كيف بتألف؟ أنت سامع، بتكون سامع كتير وعندك مخزون، مثل ما نكتب كتابة. هلا إذا أنا بدي يكون إنشائي جميل في الكتابة وجملي حلوة، لازم أقرأ كتير وأعرف كلمات جديدة، مستحدثة، قديمة، جديدة، وأعرف كيف أحط هالكلمات بجمل توصل للقارئ بطريقة سلسة. وهذا بالضبط اللي بتعمله بالتقسيم. سماعك للموسيقى بيعطيك مخزون تقدر تتحرك فيه. إذا بتعمل تقسيم، إذا بتألف، إذا بتلحن، نفس الفكرة. مثل ما إنشائك بيعتمد على قراءتك واستيعابك لكلمات، برضو موسيقاك، تأليفك بيعتمد على سماعك ومدى استيعابك للي بتسمعه وتحليلك إله صح. يمكن يبدو صعب بالأول، لكن حلله، كل شيء بسيط، مهما كان صعب هو بسيط، ويمكن صعوبته في بساطته. ومش شرط كل تقسيمة تكون تقسيمة من أفضل ما عملت، ماستر بيس نمبر ون، لكن هي محاولات. أنا عن نفسي هذا اللي بعمله، وكل مرة بعمل تقسيم يمكن بطلع فيها أغلاط، يمكن مش لازم أعيد النقلة، هاي ما كانت حلوة يمكن. وإنت بتشتغل كل يوم بتعلم نفسك، مثل حياتك الروحية مع الله، لازم تبنيها بشوي، خطوة بخطوة. بصلي هالحلقة تكون جاوبت على السؤال، ورح يكون لحلقات كتير نجاوب ونحكي مع بعض، وأخذ اقتراحاتكم اللي بتمنى تبعتوا ليها على الصفحات الموجودة على الشاشة. بشكركم لمتابعتكم ولتعليقاتكم المشجعة، وبصلي الرب يكون معكم دائما ويدوم فيكم. سلام المسيح. ترنيمة وعود.